ما زلنا مشاهدينا في البطولة الوطنية الـ 12 لقفز الحواجز، ولكن في هذه الفقرة راح نروح نشوف كيف كانت أجواء الحفل اليوم الختامي اللي كانت تشمل كل الفئات الصغيرة المتوسطة والكبيرة. المدرسة الدولية للفروسية تنافسا قويا بين الفرسان في البطولة الوطنية 12 بقفز الحواجز في يومها الختامي، وكانت النتائج على الشكل التالي. الشوط الأول سمول 1 جاء بالمركز الأول الفارس عبد العزيز الصبياني على صهوة الجواد الدوكي دي، أما المركز الثاني فقد كان من نصيب الفارس عون القحطاني على صهوة الجواد مسكريف، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب الفارس مشاري العندس وكان على صهوة الجواد جاست أمور. الشوط الثاني سمول 2 أنهاه الفارس سلمان المقعدي على صهوة الجواد غيوم وحاز على المركز الأول، أما المركز الثاني فقد كان من نصيب عبد الرحمن المطوع على صهوة نينا، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارس سلمان المقعدي على صهوة وايلد فاير. طبعا كان في تحدي ومنافسات، نكون كل شاف أنا كنت آخر اثنين أنا وسلمان المقعدي، كنت أقول له أنا لازم أجيب مركز يا أول ولا ألحق ثاني وراك، يعني لازم أسوي شوط سبيد، كان شوط سبيد وشوط سبيد من أصعب الأشواط، لكن الحمد لله قدرت أسوي زمن مرة قوي ودخلت ثاني، فرق 3 ثواني عن المركز الأول، لكن الحمد لله كثاني مشاركة في ذي الارتفاع هذا بالنسبة للفرس، فرص صغيرة والحمد لله قاعد تقدم عطاءات مره ممتازه وراضي عنها، وان شاء الله النهايه نحصل مركز كويس باذن الله. والله الشوط اللي دخلت فيه الاسبوع هذا هو عباره عن الامس مفتوح الشوط المفتوح واليوم على السمول 2، وهو عشان ما جهزت الخيل خلال الاسبوع الماضي كويس ويوم الخميس ما شاركت، فبديت معها في الشوطين هذه علشان اكسب الحصان ولا ادخل فيه مستويات عاليه. الفرسان عندنا يجتهدون ويتعبون ويجهزون ويفوزون في كل الاشواط، نلقى صغار سن يفوزون على ناس خبره، فهذه تعتبر يعني انجاز كبير ودعم من اهلهم، فاحنا فخورين بالشيء هذا مره. والله هو هذه لعبتنا، لازم توافق الفارس مع الحصان، فاذا كانوا توافقوا اثنين يقدرون يطلعون يكسرون الدنيا في كل الاشواط، وعدم توافق هو هذه المشكله، ان الحصان يكونك ما توافق معه في التدريب في البيت في التمارين، هذه مصيبه، يعني بتروح تغلط عليه هنا وهو ما يستوعبك في الشوط فتخسر النتيجه اللي انت تطمح فيها. الشوط الثالث شوط الميديم استطاع الفارس حامد المقعدي كسب المركز الاول لهذا الشوط، اما المركز الثاني للفارس عبد الله البقمي وحل ثالثا الفارس علي المقعدي. هذا واستطاع الفارس ضياء بشير في الشوط الثالث شوط الفئه الكبرى على صهوه هاتريك من تحقيق المركز الاول، والفارس فهد الغامدي من تحقيق المركز الثاني، ليكون المركز الثالث من نصيب الفارس مازن اليوسف.